ما هذو اللي تحبوا تخرجوا فرنسا؟ سمحوا لي ارحم وليكم. سمحوا لي. لاكارت يا سياكلي، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كما قلت لكم غدوة يلعق المترشح نتاع الحزب، باش نكسروا المترشح نتاع الاستعمار. اما لاسي خليفة شي عمر وشي محمود والمتحدث، رانا مستكلفين باش نستقبلوه ونعينوه. اما لا نطلبوا منكم باش تجيبوا لنا كاع الاصوات تدوركم، وبالخصوص تعينونا باش نهدموا الاستعمار وينجح المترشح انت على الحريه. وهكذا يا اخواني بنيزاكم وايمانكم ينكسر الحق على الباطل. انا موافقين كاس الحاج في الموضوع اللي هو نجاح الحريه. بارك الله في كاس العربي، ولكن فيما يخص الاعانه متاعنا نقدر نقول لك باسم الخوان الحاضرين هنا باللي راهي تامه، ولكن فيما يخص الانتخابات اعانتنا ما عندها ما تقضي في انجاح الحريه. خساره عليك يا سي العربي، مناضل بحالك يتكلم بهذا الصفه هذه؟ انا ما تخليش في الدماغ. سمعت باللي هذوك العباس وهذوك الشدات راه مأثروا فيك لهذا الدرجه هذه؟ راك غلط يا سي الحاج، اصواتنا واصواتكم ما يغيروا والو، على خاطر هالانتخابات واللي جازوا واللي جايين ما هم غير تمسخير. وانا نقول لكم اذا تبعناهم في هذا الطريق احنا ثاني نرجعوا تمسخير ونعاونوهم في هدفهم، وبهذا نقضيو على مستقبل الشعب. باش بالشهادة تاع 8 ماي نطلب منك ترجع على كلامك. سمعت اللي خل وضعك المناضل في هذه المعمعة هذه؟ وانا نقول باسم الشهداء تاع 8 ماي باللي بهذه المواقف رانا نعينو في الاستعمار. أيوا سيدي، في المثال رانا موافقينك، فهمنا وين هي الطريق وين هو الهدف. الموقف واضح يا سي الحاج، دخلوا بالسلاح يخرجوا بالسلاح. تعال اشرك السباق انت كاش ما فهمت؟
تقدر تفرق بين كعو وبعو؟ والله يجيب لك ربي بالمخيخ انت عبوب السيو اللي عندك؟ تقدر تفهم خير من المسؤولين اللي راهم في العاصمة اللي راهم يسيروا فينا في طريق النجاح؟ أسي العربي، بكل احترام على النضال تاعك، ما نقدروش نوافقوا ونتبعوا في الطريق اللي تهدم وتكسر وتهرس وتقضي الحركة في الوقت اللي رانا فيه. والسلام عليكم. Présenter mon fils. قدام هاد البلاي لحقنا ننساو اختلافاتنا صح؟ هاي هذا اللي كتب الموروث حداد، وهذا الناس اللي كتب في المصري الموروث بالسمين. صحيح يا سيد بشار،
يصلوا هذا كي اللي صلاه المولى الخير. راك تشوف هذا السفر يا رمهنا لو كان ماشي هذا الذيب اللي راه مقابلني يقولوا العربيه دخل تحت راسهم ولعب لهم بعقولهم لو كان راهم كل يفوتوا علينا وراهم كل صفنا. ايوا بلا اقول لهم يجيب لنا العشواء وتحكوا مع بعض. معلش باشا سمعتوا اسكاكم شو باشا لازمكم تكون جو العشواء عنده واللي يتوخر دعكم معايا وخصوصا انت يا البيشري يا مارشينوا والله واحد الله يوم انت يمسك عليك الحال وانت يا حبيب يا زوري والله يوم انت عظم الله غير نبيك البلاد تروح تلقى تسيتو افهم يا خبيث هنا على الوادي يا كل حدا او خارج يا وكاله سياسي محمد اول حاجه يلا خلاص هيا هيا معي على سي محمود لا Chez qui vous descendez ? Chez mon ami Silhadj. Je viendrai la chercher au moment du départ. Hein? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose qui ne va pas ? Non, tout va bien. Monsieur est compréhensif. Ah, mais monsieur est peut-être raisonnable. Il l'est. Je te parie qu'il ne tiendra pas de réunion dans un lieu public. Tu crois ? J'en suis sûr. Monsieur ne voudrait pas nous fâcher. Vous pouvez disposer. Nos amis vous attendent. Quant aux papiers, on vous les rendra quand vous partirez. Si tout va bien. Hada si Mohamed. Tarfou ? Yarfi tkellem. يا جماعة راكم حضرتوا وشفتوا بعينيكم كيفاش قابلونا ما يلزمش نطيحوا في المناورات والبروفوكاسيون متاعو الاستعمار منعنا باش نعقدوا اجتماعنا لكن بإيمانكم وبنضالكم رانا نتشاوروا باش ناخدوا موقف وهكذا نحاربوهم بسلاحهم أما لا يلزم نمشو باش نحضروا الاجتماع البشاغة وثم نظهروا له باللي رانا متحدين وثم نعجزوا ونبهدلوا واللي يتكلم خير من الاخر يديها هات الديوانو ها شفتوا ها هاي بدات البروفوكاسيون شوفوا البروفوكاسيون بعينيها واش كنت نقولكم ها شوفوا شكون هذا العربي هذا انت مستحيل ايه يا سي محمد انا هو ما رايش بروفوكاسيون واش راك دير هنا هيا تفضل راني نقول لك ما تدير حتى شيء حتى اجتماع وحتى كلام ما يفيد معاهم الكلب نتاعهم جايز ولا باس وانتم ما راكم غير تضيعوا في وقتكم وتضيعوا في وقت الشعب هذا كفاح وحد ما يقدر يقول المعركة انتهت قبل ما يبدأ واش من كفاح واش من معركة ها اللي تعطيك حق باش تنبح معاهم داخل المجلس بينما في البرة يصرموا ويغموا في الشعب ما تكونوا غير زوج ولا ثلاث خرفان في وسط الذيابة ماناش موظفين الاستعمار باش تحدثنا بهذا الكلام كيف هاي العربي
هاني عارف باللي الحبس هو اللي مرر لك عيشك، وراني متحقق اللي حد ما يقدر يصبر العذاب اللي قصاه هذا الاخ. وراكم غير تضيعوا في وقتكم، وراني نقول لكم هذا الشعب راهو حاضر هنا، وهو راه عارف واش يخير واش يتكلم. سمعت؟ نكافحوا العدو بسلاحه وننجحوا، وبإيمان الشعب والمناضلين ينتصر الحق على الباطل. بالهضره والكلام، اسمع يا سي محمد، يجي النهار اللي تحاسب فيه انت والجماعه نتاعك. اذا كان الاستعمار ما يحاسبكمش، التاريخ يحاسبكم. اسمع يا سي العربي، انا مناضل والحزب عنده مسؤولين، وهذا تعرفه خير مني، ورانا هنا باش نطبقوا اوامر الحزب في مصلحه الشعب. ملا الان نمشيو كلنا وهادو اللي موافقيننا باش نعجزوا المترشح الدوله اخديم الاستعمار. ونزيدوا نقول لكم بلي المستقبل تاعكم معانا، مع الحكومه، مع القانون، مع الحق، مع فرنسا. تنتخبوا علينا، راكم تنتخبوا على السلفيه، على الماء، على الخير. Il n'y a rien à faire avec cette racaille. Ils ont osé manifester. Ils vont foutre en l'air la réunion du Bachaga. Faut boucler leur candidat. Il y a mieux que ça à faire. Bétil Seouch, Bédi France, Umurha Menset Ouled Hafishida, Lazem Koumen Harlan Tichab, Touk Foumet Tahdin Bahien Tsaral Hak. خدعة يا جماعة. الحربي، 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 الله أكبر. يا الخواصي العربي استشهد. هيا هيا روح اهدر معهم. هيا اكلاش. فاتوا قرصوش، ما تخرجوش، ما عندناش السلاح، كينا نتكلموا معاكم برك، ما تخرجوش. قالها لكم، قالها لكم وما سمعتولوش. That's